اسعد الله حضرتك. نبتدي بقى من اي زاويه مع كابتن اشرف من اي ملف فيهم؟ اصل احنا كنا بندردش معاه في حاجات ليها علاقه بالتغذيه وحاجات ليها علاقه بالبطولات. تعالى نبتدي مع حضرتك بفكره التغذيه المطلوبه لاي حد بيمارس هذه الرياضه، حتى ولو مش بشكل احترافي او مش بشكل تنافسي. رياضه كمال الاجسام ليها نمط حياه كامل لازم الواحد يدخل في فورمته عشان يعرف يلاقي فيه نتيجه في اخر المشوار. فايه نمط الحياه اللي حضرتك بتنصح بيه اي حد مهتم بالرياضه دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كمال اجسام النهارده ما بقتش اللعبه الشعبيه الاولى لكل الاطياف، حتى كل المجالات بقت النهارده بتتجه للجيم علشان يعمل شكل كويس لشغله لبطولاته. انا بعتبر ان كل واحد بطل انه بيقدر يعمل كل حاجه جوه الجيم لمصلحته الشخصيه. ازاي؟ يعني النهارده احنا شايفين ممثلين كتير قوي دخلوا اللعبه وعاملين شكل جميل وشيب كويس علشان ينفعوا في شغله. هو بطل، وانا بعتبر انا نفسي بطل لان انا في اتجاه تاني غيرهم، بس كلنا بنندرج في تعب واحد واتجاه واحد، بس المهام والقوه بتبقى متفاوته. طيب بالنسبه للشخص اللي هو العادي اللي هو بيلعب لنفسه، لازم أن يكون في برنامج تغذيه متكامل ليه، اللي هو الجسم ياخد كل العناصر الايجابيه اللي بيستفاد بيها. احنا بقى كابطال بيبقى امورنا صعبه شويه، يكاد ان احنا بنخش على 8 و9 وجبات في اليوم، بس كيف مش كم. الكم احنا رافضينه لانه الجسم بياخد احتياجه ويفقد الباقي، فبيبقى عيب عليه، بيدخلني في متاهات تانية اذا كان نسبه ميه تحت الجلد، دهون، رغم ان الاكل الصحي كله برضه، حتى الاكل الصحي يعني ناخد المقوله اللي تقول اللي كل شيء يزيد عن حده بتقلب ضده. ما هو يزيد عن حده بمعنى ان انا اكل لغايه لما ما اشبعش يعني، ولا اكل ما هو انا هاكل لغايه لما اشبع، امتى اعرف ان هو زياده يعني؟ لا، المعدل اللي انا محتاجه في التغذيه الجسمي اكون انا فاهم ثقافه التغذيه. انا مش هحددها بان انا شبعت او ما شبعتش، هحددها بالوجبه اللي قدامي. النهارده انا جسمي محتاج في الوجبه من بروتين من قد ايه؟ محتاج نسبة كربوهيدرات قد ايه؟ النهارده انا بديله الحاجات اللي هو محتاجها. فانا مجرد المعدة ما تبدأ تاخد على الخطوات دي مع الوقت، اصلا كيس المعدة بيصغر، فهو بيعود نفسه على ده. اوكي، بس طبعا بيبقى لها حسبة معينة، كل واحد بيحسبها طبقا لطوله والسن والوزن والنوع ده من لو على البطولة على حسب الميزان. لا، انا بتكلم حتى بعيدا عن البطولات والاجواء التنافسية، الشخص عايز يروح الجيم. مظبوط. حضرتك النهارده مثلا في تفاوت ما بيني وما بينك في الطول. لو انت حبيت تعمل شكل شيب جمالي، وجباتك انت وجباتك في التغذيه بتختلف عني شويه، لان زي ما بنقول الجسم فيه مساحات عشان الطول، فلازم اديله النسب اللي هو عايزها علشان في الاخر احصل على الشكل اللي انا برضو محتاجه. ففي تفاوت. مظبوط، صح كده. بس وجبات التغذيه نفسها شبه كلها واحد. ازاي؟ مثلا النهارده لو قلت هاخد 250 جرام بروتين في الوجبه، نفس السيستم عند حضرتك، بس هنتفاوت في عدد الوجبات.